أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في المدى: التهديدات بالتصفية الجسدية تدفع 30 مرشحا للانسحاب من السباق الانتخابي. وجاء في شفق نيوز: ارتفاع جديد بأسعار صرف الدولار في بغداد وكردستان. ونقرأ في العرب اللندنية: ميليشيات شيعية تشيع أجواء حرب طائفية في العراق. ونواصل قراءتنا في القدس العربية: المستوى الرسمي والفصائلي الفلسطيني لا يعلق آمالا على حكومة إسرائيل الجديدة. وفي الزمان: جاء النزاهة تحقق مع مدير منفذ ورئيس لجنة بتهمة تعاطي الرشا. ونقرأ في عربي 21: الاحتلال يعمل لتفريغ أحياء القدس. ونطالع في واشنطن بوست: لا بد من مواجهة إسلاموفوبيا وإرهاب اليمين المتطرف على مستوى العالم. نبدأ صدانا اليوم من صحيفة الميثاق، حيث جاء فيها: معركة سيف القدس تكشف دور المتاجرين بقضية فلسطين، بقلم أحمد صبري. مثلما انتصرت إرادة الشعب الفلسطيني، يقول أحمد صبري في معركة سيف القدس، وتوحدت قواه في مواجهة الصلف والعنجهية الإسرائيلية وإخفاقها في تأمين حراسة أسواره الوهمية التي انهارت أمام قوة الردع لثوار فلسطين وطليعته المقاومة. فإنها بذات الوقت كشفت عن الدور المخزي للمتاجرين بقضية فلسطين واستثمارها في تسويق وخداع الشعوب، كما فعلت إيران هي الأخرى وأذرعها في العراق ولبنان وسوريا، الذين وقفوا متفرجين على استهداف غزة وشعبها الصامد. كما لا ننسى استهداف الفلسطينيين في العراق بعد احتلاله من قبل الميليشيات الطائفية بالقتل والخطف والتهجير. مقال للكاتب أحمد صبري، نستمع إلى جزء منه. فلسطين كانت وما تزال في ضمير ووجدان العراقيين الذين قدموا منذ بدء التغول الصهيوني عليها تضحيات جسيمة دفاعا عن عروبتها. واختلط الدم العراقي بالدم الفلسطيني والعربي في ملحمة تاريخية جسدت عمق ودور العراق في مواجهة إسرائيل ومخططاتها. وعندما نقول أن تخليص العراق من مخالب المشروع الإيراني وأذرعه الطائفية هي مهمة وطنية لكل الشرفاء، لأن استعادة العراق لعافيته هو انتصار لفلسطين وقدسها الشريف. إن حقوق شعب فلسطين في الأرض والمقدسات وإقامة دولته المستقلة لن تصادرها صفقة القرن ولا عمليات التطبيع ولا المتاجرين بها، مهما حاولوا استغلال حال الانقسام العربي والتراجع والانكسار. إلا أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية المركزية لكل العرب والمسلمين، لأنها تمس حاضر ومستقبل الأمة. فليس من المعقول أن تبقى الأمة وقدراتها وثرواتها وموقعها الاستراتيجي أسيرة للخلافات التي عطلت دورها بتراجع قضاياها وحقوقها، وفي مقدمتها قضية فلسطين ومقدساتها. فالمطلوب صحوة عربية تتجاوز مخلفات الماضي وتفتح الطريق أمام مستقبل واعد للأمة العربية. يقول الكاتب: ونخلص إلى القول إن معركة سيف القدس وما أحدثته من معطيات على الأرض ستمهد لمرحلة جديدة في مسار الصراع مع الكيان الصهيوني، وإن 11 يوما الخالدة في التصدي للعدوان الصهيوني على غزة فتحت الأبواب مشرعة لوقف العنجهية الإسرائيلية وكشف المتاجرين بقضية فلسطين. وحتما إن الطريق إلى القدس وتحرير فلسطين أصبحت سالكة بفعل إرادة وصمود المقاومة الفلسطينية. جاء في صحيفة الجاردينا: جينين بلاسخارت وإسماعيل قاآني هزلت. متي كلو، الكاتب يقول عن جينين بلاسخارت وإسماعيل قاآني ودورهما في العراق، كتب متي كلو في مجلة الجاردينا. لقاءات جينين بلاسخارت أثارت جدلاً واسعاً في الساحة العراقية، كذلك تثير لقاءات إسماعيل قاآني جدلاً واسعاً في الشارع العراقي، حيث
الزيارات المتكررة مع زعماء ميليشيات مسلحة والبحث معهم في شؤون العراق السياسية والعسكرية وبأدق التفاصيل الممكنة والعلاقات الخارجية كذلك والداخلية العراقية، إضافة إلى شؤون الميليشيات وسلاحها وتمويلها وإطلاق الصواريخ. جينين هانس بلاسهارت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي تثير بين فترة وأخرى ضجة في الشارع العراقي، خاصة بتصريحاتها التي يعتبرها الكثيرين تدخلاً سافراً في الشأن العراقي ونقلاً لصور غير حقيقية عن المشهد. ولأول مرة نرى صورها وأحاديثها تتزاحم فيها صفحات الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي بخلاف من سبقوها في هذا المنصب وحتى ما ترتديه من ملابس. وهناك من يطالب بطردها من بغداد لأنها تجاوزت مهام وظيفتها، خاصة لقاءها بشخصيات عسكرية وقادة ميليشيات عراقية وجهات لا تمتلك أي سلطة قانونية حكومية رسمية، وعليها علامات استفهام ومثيرة للجدل كلقائها مع رئيس كتائب حزب الله عبد العزيز المحمداوي الملقب بأبو فدك. أما الشخصية الثانية التي لها حرية التجول واللقاءات والاجتماعات مع شخصيات غير رسمية في العراق بدون علم الدولة وبحماية مرافقين مدججين بأنواع الأسلحة هو السيد إسماعيل قاني قائد فيلق القدس لحرس الثورة الإسلامية، والذي له دور بارز في كافة مفاصل الدولة وعلاقات وثيقة مع عشرات من الميليشيات المسلحة. جاء في المدى ديون العراق تتجاوز حاجز 100 مليار دولار وآلية التسديد تشكل خطراً كبيراً، حيث كتب رام الصالحي قائلاً: كيف سيكون مستقبل العراق الاقتصادي؟ هذا السؤال بات يشغل الشارع العراقي منذ سنوات، خصوصا بعد استمرار الحكومة بالاعتماد على نهج الاقتراض لسد العجز المالي لديها عام بعد عام، وأغلبها بعد عام 2003 وسط تحذيرات من الانهيار والدخول في المجهول. أيها السيدات والسادة، مع تزايد حجم الديون الخارجية والداخلية عليه، تقرير لصحيفة المدى، نستمع إلى جزء. هناك مشكلات اقتصادية كبيرة يعاني منها العراق منذ سنوات نتيجة الهدر المستمر للأموال، إضافة إلى استمرار تفشي الفساد. جميع هذه الخيارات ستنعكس سلباً على الاقتصاد. إن اقتصاد العراق يعاني من تشوهات تتزايد عاماً بعد آخر كون الحكومة لا تملك القدرة على إدارة هذا الملف. هذه المعطيات تسير بالحكومة والبرلمان نحو زيادة الفجوة بين إيرادات الدولة والموازنة الاستثمارية، والتي هي بدورها وصلت إلى 32%. إن استمرار نهج الحكومة صوب استمرار القروض ستتحمل نتائجه الأجيال المقبلة، وهي خطوة خاطئة وغير صحيحة. فالعراق ملزم الآن ولسنوات طوال على سداد هذه القروض سواء الخارجية والمحلية، والاستمرار بدفع الفوائد التي ترتفع عاماً بعد آخر، كما أن هذه القروض ستجبر الحكومة في السنوات المقبلة على تقليص النفقات، وهي التي ستكون فعلياً النفقات التي تخص المواطن كالرواتب والقروض وغيرها. يضيف الكاتب: وحول المخاوف من انهيار الاقتصاد مستقبلاً، نشرت الصحيفة إلى أن خطوة الحكومة بخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار دليل قاطع على أن الاقتصاد العراقي منهار فعليا. نقرأ في ميدل إيست آي، حيث نشر مقالا تحت عنوان: مخطط إسرائيلي جديد للقضاء على ما تبقى من قرية لفتة المهجرة. جاء في المقال، نشر موقع ميدل إيست آي تقريراً أشار إلى النضال الفلسطيني في مواجهة المخطط الإسرائيلي الصهيوني الاستيطاني للقضاء على الهوية الفلسطينية لقرية لفتة المقدسية. وأشار الموقع في تقرير إلى أن سكان القرية قد أجبروا على النزوح أثناء النكبة، واليوم يستمر النضال للحفاظ على ما تبقى من لفتة وحمايتها من الهدم الإسرائيلي. المشروع هو خطة لبناء 250 وحدة سكنية استيطانية وفنادق ومراكز تجارية، ولكن المطلوب هو هدم ما بقي من معالم القرية ومنازلها ومسح آثار الهوية والتاريخ الفلسطيني فيها.
قرية لفت التي تقع في شمال غرب القدس هي ضحية سياسات توسعية ما لبثت تنتهج منذ النكبة التي حلت بالفلسطينيين مع قيام دولة إسرائيل في عام 1948. في تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال زكريا عودة منسق الائتلاف المدني لحقوق الإنسان في القدس إن المجتمع الدولي بحاجة إلى أن يتدخل ويضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء سياساتها التي تهدف لمحو جميع آثار الفلسطينيين الذين أخرجوا قسراً من ديارهم منذ عام 1948. قبل النكبة كان يعيش في لفتة ما يقارب 3000 نسمة موزعين على 600 منزل، وبحسب ما يقوله النازحون من لفتة فإنه لم يتبقى فيها حتى اليوم سوى 73 بيتاً، 56 منها كاملة تقريباً و17 مهدمة. تضيف الصحيفة، وقال سكان القرية لموقع ميدل إيست آي إن المشروع الأخير لسلطة الأراضي الإسرائيلية ليس جديداً، مشيرين إلى أن الحكومة الإسرائيلية أقرت في عام 2006 خطة لإقامة مستوطنة تعرف باسم ماي نيف تواه على أراضي ليفتا. جاء في نيويورك تايمز، حيث سلطت نيويورك تايمز الأمريكية الضوء على ما قالت إنه افتقار لقاح سبوتينغ 5 الروسي لثقة مواطني البلاد، بالتزامن مع مخاوف من موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد. بالرغم من أبحاث علمية أكدت أن لقاح سبوتنيك فعال بنسبة 91.6% ضد الفيروس، إلا أن الروس لا يثقون به. ويعزو المحللون تردد الروس بحسب الصحيفة إلى مزيج متناقض على ما يبدو من العوامل، منها انعدام الثقة على نطاق واسع في السلطات من ناحية، والتقارير المتكررة للتلفزيون الحكومية التي تقول إن الفيروس سيتم القضاء عليه وإنه ليس خطير جداً من ناحية أخرى. وأفاد استطلاع للرأي أجراه معهد ليفادا المستقل في أبريل بأن أكثر من 60% من المستجوبين لا ينوون تلقي اللقاح، على الرغم من أن أرقام الإصابات الجديدة لم تتراجع منذ عدة أسابيع. وتشير الصحيفة إلى أن المسؤولين الروس يقولون أن البلاد تعاملت مع الفيروس بشكل أفضل من الغرب. وتضيف الصحيفة، سجلت روسيا اللقاح كأول لقاح مضاد لكورونا في العالم، وذلك في آب أغسطس 2020، لكن السلطات تواجه صعوبة في تنشيط حملة التلقيح، ورفعت السلطات غالبية القيود المرتبطة بالفيروس، ويرفض العديد من الروس وضع الكمامات في وسائل النقل العام وفي أماكن عامة أخرى. جاء في واشنطن بوست، قال اتش اي هيلر الكاتب في صحيفة واشنطن بوست إنه يجب مواجهة إسلاموفوبيا وإرهاب اليمين المتطرف وجها لوجه، أيا كان من أونتاريو في كندا أو إلى بوردو في فرنسا. بعض الوكالات الأمنية اعترفت بالتهديد، ورغم كل مظاهر التعبير عن القلق فإن هناك 3 عناصر يتم تجاهلها عندما يتم الحديث عن اليمين المتطرف. الأول هو أن الإسلاموفوبيا تقع في قلب أيديولوجية اليمين المتطرف، وعادة ما يتم التقليل منها. أما الثاني هو أن الأيديولوجية تنتشر في الخارج، فهناك هجوم كرايست تشيرش في نيوزيلندا عام 2019 وهجمات متزايدة في فرنسا على المساجد وسط خطاب متصاعد ومعاد للإسلام والقائمة طويلة. أما العنصر الثالث والأخير والمهم أيضاً هو أن خطاب اليمين المتطرف ينتعش وينجو لأن معظمه بات جزءاً من الخطاب العام ونتيجة لجهود الساسة والرموز المؤثرة في المجال. وانتشرت الإسلاموفوبيا والتعصب ضد المسلمين بشكل واسع في العقود الماضية، وكانت واضحة في الحملات ضد حجاب المرأة أو نقابها، والتي كانت القضية الرئيسة لدى جماعات اليمين المتطرف في أوروبا، وهي واضحة في جرائم الكراهية التي وثقتها منظمة Hope Not Hate، أمل لا كراهية، وهي واضحة في عمل المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حرية الاعتقاد. يقول الكاتب إنه يبحث في التعصب ضد الإسلام وتوصل إلى نتيجة لا مفر منها مفادها، وهي أن وصول الخطاب المعادي للمسلمين
قبول التعصب في التيار العام من الخطاب قاد إلى العنف ضد المسلمين على قاعدة تثير القلق. وقال إن عسكرة اللائكية داخل الطيف السياسي الفرنسي، كما اقترحت الباحثة ريم سارة علوان، وضعت المسلمين في موضع الدفاع وتمت شيطنتهم لمجرد مظهرهم الدال على كونهم مسلمين. بعيداً عن السياسة، وفي خبرنا لهذه الحلقة، عثر باحثون بشكل مفاجئ على كميات من معدني الحديد والنحاس في دماغي مريضين متوفيين كانا يعانيان من مرض الزهايمر. وينظم الجسم الكمية الموجودة من هذين المعدنين لأنهما قد يتخذان أشكالاً ضارة ويقوم بطردهما. وفي البحث الجديد وجد العلماء بعض الأشكال الضارة في العينة، وبشكل أكثر تحديداً وجدوا جسيمات نانونية، أي صغيرة للغاية، لم تتأكسد، وهو ما لم يجدوه من قبل في أي أنسجة بشرية أخرى. ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA مؤخراً على عقار لمرض الزهايمر في خطوة من شأنها أن تمنح الضوء الأخضر لأول دواء جديد يبطئ المرض. أترككم الآن مع متابعة شيقة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.